دلوقتي جه ميعادنا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله، ومن اهم هذه الاخبار هو مشاركه الدكتوره رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي في مؤتمر توسيع نطاق التمويل المختلط لتحفيز التحول الاكثر في سنغافوره، وايضا جامعه عين شمس اللي هتنظم حوار الخبراء المصري الالماني، وده بيجي في اطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ. وكمان النهارده في 8 مباريات قويه في بطوله دوري ابطال اوروبا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي هتشارك في مؤتمر توسيع نطاق التمويل المختلط لتحفيز التحول الأخضر، واللي بتنظمه السلطة النقدية في سنغافورة بالتعاون مع ماكنزي أند كامباني والتحالف الدولي للتمويل المختلط. ومن المقرر أن تلقي وزيرة التعاون الدولي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر حول أولويات مصر وأهدافها في إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ COP27. النهاردة هتنظم جامعة عين شمس بالتعاون مع المكاتب الممثلة للجامعات الألمانية حوار الخبراء المصري الألماني بعنوان التحديات والإجراءات لمواجهة تغير المناخ والظروف المائية والمناخية في مصر، وده بيأتي في إطار استعدادات الدولة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27 واحتفالاً بمرور 70 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا. لعشاق الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، من أهمها مباراة ليفربول الإنجليزي مع رينجرز الإسكتلندي الساعة 9 بالليل، وفي نفس التوقيت هيلتقي أنتر ميلان الإيطالي مع برشلونة الإسباني، وأياكس أمستردام الهولندي مع نابولي الإيطالي.